مرحبا فراشاتي الصغار، اليوم سيكون درسنا تنظيم الفضاء. درسنا اسمه تنظيم الفضاء. كيف ذلك؟ أنتم لم تفهموا ما معنى تنظيم الفضاء؟ هذا عنوان الدرس الكبير، ولكن اليوم سنتعلم داخل وخارج، داخل الشيء وخارجه، داخل وخارج. ماذا يقول السؤال؟ أرسم زهرة خارج الخط المغلق وسلحفاة داخله. هذا هو الخط المغلق، خارجه سنرسم زهرة، وفي وسطه بمعنى داخله سنرسم سلحفاة. هذا هو خارج الخط المغلق، هذا الخط المغلق، وأنا سآتي بجانبه بمعنى خارجه وأرسم زهرة، سأرسم زهرة جميلة. هاته زهرتي الجميلة، هاته الزهرة وهي خارج الخط المغلق، هذا الخط المغلق وهي خارجه. وماذا قال أيضا؟ سلحفاة داخله، هذا الخط المغلق، هذا الخط المغلق، وأنا في وسطه بمعنى داخلي سأرسم سلحفاة جميلة، سأرسم سلحفاة. هذه قوقعة سلحفاتي، هكذا، ثم سأرسم رأسها، هذه، ثم سأرسم يدها الأولى، ثم سأرسم يدها الثانية، ولديها ذيل قصير هكذا، ولهنا عينها، وسأقوم برسم بيتها. هذه سلحفاتي وسط أو داخل الخط المغلق، هذه داخل وهذه خارج، الزهرة خارج الخط المغلق والسلحفاة داخل الخط المغلق. أحسنتم يا أطفال. سنمر أطفالي إلى التمرين الثاني. وماذا يقول التمرين؟ ألونوا ما يوجد خارج الخط المغلق بالأزرق. ما هو خارج الخط المغلق؟ بالأزرق. وما يوجد داخله بالأصفر. معناتها اللي موجود فسط الخط المغلق باش نلونوه بالأصفر، وما يوجد خارج الخط المغلق باش نلونوه بالأزرق. هل هاته الدوائر خارج أم داخل الخط المغلق؟ هل هي خارج أم داخل؟ نعم أحسنتم، إنها خارج الخط المغلق، الدوائر هي خارج الخط المغلق. أحسنتم، هذا هو الخط المغلق، وفي وسطه بمعنى داخله توجد هذه الأشكال، وسنقوم بتلوينها باللون الأصفر. فلنبدأ بالجزء الأول للسؤال، وهو يقول ألون ما يوجد خارج الخط المغلق بالأزرق. هذا قلمي الأزرق، سأقوم بتلوين ما يوجد خارج أحسنتم الخط المغلق. أطفالي الأعزاء، أكون قد لونت الدوائر خارج الخط المغلق باللون الأزرق. سأمر إلى الجزء الموالي
للسؤال وهو يقول وما يوجد داخله، بمعنى الخط المغلق، ما يوجد داخل الخط المغلق بالأصفر. ولونوا ما يوجد داخل الخط المغلق بالأصفر. هذا الخط المغلق وهذه الأشكال هي موجودة داخله، لذلك سأقوم بتلوينها باللون الأصفر. هذا قلمي الأصفر وسأقوم بالتلوين. هكذا أطفالي أكون قد لونت ما يوجد داخل الخط المغلق بالأصفر. لا ننسى خارج وداخل، هاته الدوائر خارج الخط المغلق، وهاته الزهرة خارج الخط المغلق، وهاته السلحفاة داخل الخط المغلق، وهذه الأشكال هي داخل أيضا الخط المغلق. فلنمر الآن إلى التمرين الموالي. لقد أنهينا درس اليوم أطفالي الأعزاء، وهو داخل وخارج، داخل وخارج. فلا ننسى أطفالي معنى هاتين الكلمتين داخل وخارج. إلى اللقاء أصدقائي.